بثقة وفاعلية يتمدد الجسر الإنساني الإماراتي إلى أفغانستان ليصل إلى قندهار هذه المرة، ثاني كبريات مدن البلاد. هذه هي الطائرة التي جاءت من أبوظبي بعد رحلة استغرقت ساعتين ونصف من الزمن، تحمل على متنها 30 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات منذ بداية الجسر الجوي الإماراتي في 3 سبتمبر الجاري إلى حوالي 300 طن، تستهدف مئات الآلاف من الأسر خاصة النساء والشيوخ والأطفال. الأزمة الإنسانية هنا في أفغانستان تفرض نفسها بشدة، وبالتالي فإن هذه الشحنة محل ترحيب هنا في البلاد. الأرقام كاشفة جدا عن عمق هذه الأزمة الإنسانية. تقول الأمم المتحدة أن نصف الشعب الأفغاني في حاجة إلى مساعدات غذائية، ثلث الشعب يعاني من أزمة أمن غذائي حادة وخانقة، نصف عدد الأطفال دون سن 5 يعانون من سوء تغذية. هناك عدة عوامل تضافرت لتتسبب في هذه الأزمة الإنسانية في البلاد، ليس الحرب وحدها، لكن كذلك التحديات المرتبطة بكوفيد-19، وأيضا موسم الجفاف الذي ضرب البلاد للمرة الثانية خلال أقل من 4 سنوات. هذا الجفاف تسبب في أن تفقد البلاد 40% من محصول القمح مثلا، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ترافق ذلك مع أزمة مالية ووضع قيود على سحب العملة من البنوك، مما فاقم من سوء الوضع. هذه الشحنة الإماراتية يؤمل أن تخفف من الوضع الإنساني السيء في البلاد ولو قليلا، على الأقل حتى يمكن أن يتم تجنب السيناريو الأسوأ الذي تعتقد الأمم المتحدة أنه قادم لا محالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، والذي تصفه بأنه سيكون كارثة إنسانية حقيقية. أحمد الكيلاني، سكاي نيوز عربية، قندهار.